السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات على الساحة المصرية، وبخاصة مسألة إعلان المشير حسين طنطاوي نيته إعادة تشكيل الحكومة المصرية عقب تعليق البرلمان المصري جلسته إلى هذا الصباح لمدة أسبوع للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري. معنا لمناقشة هذه الفقرة أو هذا الموضوع وغيره من الموضوعات الأستاذ الدكتور حسن نفع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، والأستاذ قطب العربي، الكاتب والصحفي. أولا دكتور حسن، في رأيك إلى أي مدى، مرحبا بكم جميعا، في رأيك إلى أي مدى يمكن أن يذهب المشير طنطاوي إذا ما صحت هذه الأنباء بالفعل عن مسألة التشكيل، إعادة التشكيل الوزاري، إلى أي مدى يمكن أن يذهب في تغيير الوزراء أو تغيير رئيس الوزراء ذاته؟ أعتقد أن المقصود من هذه الخطوة التصعيدية من جانب حزب الحرية والعدالة تغيير رئيس الوزراء في المقام الأول، وبالتالي تغيير الوزارة بأكملها، وتعيين وزارة يعني يثق فيها أو تحظى بثقة البرلمان. لم يتضح من تصريح السيد المشير أن هناك نية لتغيير الدكتور كمال الجنزوري، وبالتالي إعادة تشكيل الحكومة قد تقتصر على تغيير بعض الوزراء وربما وزراء سنويين، وبالتالي لا أرى لماذا يصر حزب الحرية والعدالة على هذا الموقف. وفي الحقيقة هناك مصادر من داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أشاروا إلى أنه ليس هناك تغيير أصلا. إذن التصريح المشير ليس صحيحا، يعني هذا ما صدر عن حتى وكالة أنباء الشرق الأوسط. نعم. يعني منسوب للمشير طنطاوي أنه اتصل بالدكتور الكتتني، وكانت الاتصالات أو كان هذا الاتصال مرضيا على حد تعبير الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب. يعني هناك تضارب في الأنباء حول هذا الموضوع، لكن إذا ما صحت تلك الأنباء إلى أي مدى يمكن أن يذهب المشير في هذه التغيير، في هذه العملية من التغيير؟ لا، الطلب رئيس البرلمان واضح، وطلب حزب الحرية والعدالة واضح، وقد عبر عن هذا المطلب منذ فترة ليست بالقصيرة، ولا يوجد ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستجيب إلى هذه الطلبات. وفي تقديري أنها طلبات رغم أنها مشروعة إلا أنها الآن غير منطقية. يعني موضوع التوقيت مسألة مهمة جدا، لأننا على بعد 3 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، وحتى لو افترضنا أن المشير سيستجيب إلى مطلب تغيير الحكومة ويكلف شخص آخر بتشكيل الحكومة، لن يكون ممكنا الانتهاء من هذا التشكيل إلا بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لا معنى إطلاقا لهذه الخطوة التي تبدو لي مثل زوبعة في فنجان. وكان يفترض منذ البداية أن يتمسك البرلمان بحكومة تحظى بثقته منذ يعني فترة طويلة، منذ تشكيل أو حتى على الأقل منذ الانتهاء من الانتخابات التشريعية، انتخابات مجلس الشعب على الأقل. الآن هذه مسألة تبدو لي عبثية وغير منطقية ولا مبرر لها على الإطلاق. وكما قلت منذ قليل أن المسألة تبدو لي تتعلق بقضية الانتخابات الرئاسية والإشراف على الانتخابات الرئاسية. يبدو أن هناك أزمة عدم ثقة، هناك مخاوف متصاعدة من يعني أن يحدث خلل في هذه الانتخابات، شبهة قدر من عدم النزاهة، من عدم الشفافية إلى آخره. لكن في هذه الحالة إذا أصر حزب الحرية والعدالة على أن يكون رئيس الحكومة منه، وأن يشرف رئيس الحكومة على الانتخابات الرئاسية، سيصير مشكلة كبرى، لأن هناك مرشح من جماعة الإخوان المسلمين، مرشح من حزب الحرية والعدالة، وهذه الخطوة ربما تثير حفيظة المرشحين الآخرين الذين لن يثقوا في حكومة تشرف على الانتخابات ولديها مرشح من فهذه قضية يعني أعتقد أنها لن تكون مقبولة. الأفضل ربما يعني أن نبحث عن حكومة جديدة، حتى لو افترضنا أنه مطلوب حكومة
تشرف على الانتخابات القائمة لتضمن نزاهتها أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة ويكون عليها توافق وطني عام ويكون محل ثقة الجميع. أستاذ جمال، لماذا الإصرار من قبل البرلمان المصري على إقالة هذه الحكومة ولم يبقى من عمرها سوى 4 أسابيع تقريبا إذا ما فصل في مسألة الرئيس من الجولة الانتخابية الأولى؟ هو يعني المسألة لها طبعا بعد قديم شوية، إنه الـ 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 كان في خطأ من البداية ارتكبه التيار الإسلامي، وفي خطأ مضاعف ارتكبه المجلس العسكري. المجلس العسكري هو الوضع، يعني هو في الحقيقة اللي تسبب في هذا الإرباك كله، لأنه من الطبيعي من المنطقي في أي ممارسة ديمقراطية إنه الحزب الذي فاز بأغلبية البرلمان أو الكتل السياسية التي فازت بأغلبية البرلمان تشكل حكومة. فأنت عندك دلوقتي مثلا حزب الحرية والعدالة وحزب النور بيمثلوا تقريبا حوالي 70% من البرلمان، وفي نفس الوقت لا يوجد وزير منه. ممكن وزير من حزب مثلا زي حزب التجمع مثلا، أو 2 وزراء مثلا ممكن من حزب التجمع اللي هو لا يمثل 1% من البرلمان، والكتلة التي لها 70% من البرلمان لا يمثل فيها وزير. ما يعني تركيبة لا يمكن تصورها. الجانب الآخر زي ما قال الدكتور حسن، أنه كان المفروض أن التيار الإسلامي أخذ الموقف ده من أولها، أو البرلمان بشكل عام، يعني من أول خطوة بعد تشكيل البرلمان أنه هو يطالب بتشكيل حكومة وطنية. البرلمان هو اللي يشكلها والمجلس العسكري يصدق عليه. لكن نرجع تاني برضو في البعد التاريخي، أنه الحقيقة أنه المجلس العسكري يعني تعمد شل كثير من قدرات البرلمان. يعني هو حط أنه طيب أنتوا كتيار مثلا القوى الثورية بما فيها القوى الإسلامية خدت الأغلبية، طيب واجهوا بقى مشاكل الناس. تيجي دلوقتي كل مشاكل الناس اللي في الشارع في كل اللي هي أعباء الحكومة اللي هي مسؤوليات الحكومة يتحملها البرلمان. يقول لك طب أنتوا الإخوان المسلمين عملوا إيه في البرلمان؟ طب السلفيين عملوا إيه في البرلمان؟ طب الثوريين دول عملوا إيه في البرلمان؟ مكلمة؟ ما هو أنت ما سبت لهمش مساحة إلا المكلمة. هو لا يملك أي سلطة حقيقية، ما يقدرش يشيل عسكري من مكان لمكان، ما يقدرش يجيب أي أو 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 يعني، ولكن في النهاية حاول إن هو يلبسه. طيب ما هي الحاجات دي كانت واضحة قبل الانتخابات البرلمانية بموجب الإعلان الدستوري اللي بينص على أن الحكومة البرلمان ليس من حقه إقالة الحكومة ولا تعيين الحكومة ولا يكون رئيس الوزراء من الأغلبية داخل الحكومة. يعني كانت الصورة واضحة لكثيرين ممن احتجوا على حكومة الجنزوري، وحتى احتجوا على إقامة الانتخابات بهذه الصورة. نعم. وأنا ذاك أصر التيار الإسلامي على المضي قدما في هذه الانتخابات رغبة منه في السيطرة على البرلمان. أصر هو في الفترة الأخيرة، هي يعني أعتقد أن المسألة برضو الآن متصلة بحسبة في مسألة رئاسة الجمهورية، انتخابات رئاسة الجمهورية. هو في حالة من التوتر الشديد الآن، يعني يعني خاصة يمكن الإخوان في حالة توتر، لأنه يمكن يعني فرص المرشح الدكتور محمد مرسي ما هيش واضحة، يعني خاصة بعد حزب النور ما رمى وراء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فأصبح في والجماعة الإسلامية التصويت بتاعها تقريبا بالكامل تقريبا راح لأبو الفتوح، فأصبحت الصورة فيها قدر من يعني قدر من التوتر. أيضا يعني أنا عايز أتصور الآن، يعني هفترض، أنا ما أعرفش الحكومة هل هيبقى تعديل وزاري ولا حكومة بالكامل هتشكل. يعني أنا لو هفترض دلوقتي إنه المجلس العسكري جه لحزب الحرية والعدالة قال له تفضل اعمل الحكومة، طيب دلوقتي حزب الحرية والعدالة قال ان مبرر دخوله انتخابات الرئاسة انه المجلس العسكري لم يمنحه فرصة تشكيل الحكومة، طب هو لو اعطاك دلوقتي تشكيل الحكومة هتسحب الرئيس مرشحك الرئاسي؟ يعني في شيء مش. وبعدين اصرار حزب، على فكرة حزب الحرية والعدالة هو الاكثر اصرار الان، يعني السلفيين يمكن موقفهم ما هوش متحمس قوي لمسألة سحب الثقة من الحكومة. فالتصعيد دلوقتي انك تغير الحكومة، طيب انت هتشكل الحكومة، يعني تشكيل الحكومة فيها مشكلة كبيرة الآن، يعني انه حزب الحرية والعدالة وله مرشح في رئاسة الجمهورية انه يشكل حكومة الآن مسألة برضو، يعني اعتقد انه مش قضية المجلس العسكري، قضية المحيط الوطني الآن القوى الوطنية مش هترضى، لأن المسألة ان ما فيش حيادية، لأنه الحكومة التي تشرف على الانتخابات هي الحكومة اللي تشرف، اللجنة العليا للانتخابات هي لا تشرف. لكن في أدوات وأجهزة في التنفيذ، يعني وزارة الداخلية دي مثلا حتى الآن دي خارجة وزير الداخلية. تتوقع بالمناسبة البرلمان يستدعي وزير الداخلية عشان مسألة إعادة هيكلته، يقول له يفتح الله ما جيش، حاجة لا تصدق. يعني
هل تتوقع ان تأتمر اذا ما كان رئيس الوزراء، اذا ما كلف الاخوان بتشكيل حكومه مثلا او حزب الحريه والعداله ووضعوا على راس هذه الحكومه خيرت الشاطر، هل تتوقع ان يأتمر وزير الداخليه باوامر خيرت الشاطر؟ هل تتوقع ان يأتمر كبار الضباط في القوات الامنيه باوامر خيرت الشاطر رئيس الوزراء؟ هل هذا الامر من المعقول؟ هو اللي هيعينه المفروض، هو اللي هيعين رئيس حكومة. يعني كانوا بيسجنوه من أيوة، من شهرين ثلاثه كانوا حاطينه في سجن وبيشرفوا على سجنه، هو اللي هيجيبه ودلوقتي يرضوا يأتمروا باوامره. هو يفترض انه هل يمكن ان يسير عمل الحكومه بسلاسه في الفتره القادمه اذا ما كانت مشكله من تشكيل الوزاره؟ اذا كلف الشاطر مثلا بتشكيل الوزاره هو الذي سيختار وزير الداخلية وبالتالي سيأتمر بأمره حتما، يعني هذا هو منطق. لا خلينا في الميدل رانكس، الرتب الوسطى مثلا او الرتب اللي تحت اللواء مثلا، اللي تحت الوزير هل هتنفذ؟ هي فيها تحصل فيه ارتباك طبعا لا شك، يحصل زي ما حصل في غزة كده يعني الامن الواقع الوطني و عسكري يعني لا لا يعني لما كان رئيس الوزراء اسماعيل هنية وكان وزير الداخلية في نفس الوقت كانوا الضباط اللي هم من حركة فتح لا يأتمرون بأمره لا ينفذون تعليماته يعني. يعني المسار ليس مفروش. لا لكن أنا أتصور أنه مطلب مشروع الآن بغض النظر للحرية العدالة طلبه ولا غيره، مطلب مشروع الآن أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تشرف على مسألة إجراء الانتخابات وعملية انتقال السلطة إلى المدنيين. ماذا تعني بحكومة وحدة وطنية؟ إيه ملامح حكومة وحدة وطنية؟ حكومة وحدة وطنية تشكل فيها كل الأطياف، يشكلها البرلمان من خلال الأحزاب، مجموع الأحزاب التي تتمثل فيها. أستاذ خطب، لماذا الإسلاميون يصحون متأخرا أو يعني بالتعبير العامي بيجوا في الوقت الضايع ويطالبون بأشياء كانت واضحة لكثيرين غيرهم منذ البداية؟ يعني بس اسمح لي استاذ محمود، زي يسقط حكم العسكر مثلا، استيقظ الاسلاميون متاخرين جدا في منذ بدايه الثوره وهناك قوى شبابيه وقوى يعني دوليه يعني هذا حديث يعني شرحه يطول يعني ممكن ان نتحدث فيه ساعات طويله، لكن اسمح لي ابدا بس من حيث النقطه الاخيره اللي هي الخاصه بالبرلمان واللي حصل فيه. انا تقديري الشخصي وحسب ما فهمته يعني من مصادر من داخل الحريه والعداله، انه الهدف الرئيسي للوقفة اللي عملها البرلمان هي إثبات هيبة البرلمان وإثبات أن للبرلمان كلمة وأنه يستطيع أن ينفذ، لأن البرلمان صور للرأي العام على أنه يعني بلا أي صلاحية وبلا أي سلطة وأنه مجرد خيال مآتة يعني بلغتنا كمصريين. فالبرلمان الآن يريد أنه هو يعمل وقفة يثبت من خلالها أنه له الكلمة، حتى يعني لو حصل أي تعديل ولو تعديل محدود فهذا سيعد انتصارا للبرلمان وسيعد إثباتا أن البرلمان يستطيع أن يقول وأن كلامه ويعزز بالتالي من فرص من مرشح الإخوان مثلا في الرئاسة. يعني لا أظن أن هذه ترتبط بتلك، لكن هي الفكرة البرلمان الذي صور زي ما قال الأستاذ جمال من شوية أنه على مدى الشهور يعني الفترة الماضية من 23 يناير وحتى الآن أنه تم يعني شيطنة البرلمان، تم تسويقه للرأي العام على أنه عديم الصلاحية والتصوير المشاكل كلها على أنه دي مفروض أن البرلمان يحلها، بينما البرلمان ليس له صلاحية ولا سلطة أنه هو يحل أي مشاكل، ولما يحاول يجيب المسؤولين الوزراء علشان يسائلهم يتمنعوا ويرفضوا الحضور في بعض الأحيان أمامه، وحين يصل إلى بعض التوصيات لا تنفذ. كل هذا هدفه أنه الرأي العام يعني عايزين يقولوا الرأي العام اشربوا هذا البرلمان اللي أنتم اتخذتوه مش قادر يعمل شيء. السؤال على الأستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وهو معنا عبر الهاتف. أستاذ صبحي، كنا بصدد السؤال، لماذا الإصرار على إقالة الجنزوري أو تغيير الحكومة في هذه المرحلة ولم يبقى من عمر هذه الحكومة سوى نحو 4 أسابيع؟ سيد الفاضل، ليست هناك مشكلة شخصية كما قال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، المشكلة أن الأزمات تتفاقم والحرائق تشتعل كل يوم، والقاسم المشترك في مجموعة الحوادث من اليوم الأول لمجلس الشعب حتى الآن يتضح من التحقيقات الأولية أن الجريمة بفعل فاعل. إحنا بدأنا الأسبوع الأول في المجلس بأحداث بورسعيد واتضح أنها بفعل فاعل. أول امبارح العربي توشيبا اتحرق واتضح أنه بفعل فاعل، وقبليه خزانات السويس واتضح أنها بفعل فاعل، وأزمة السولر واتضح أنها بفعل فاعل، وأنبوبة البوتاجاز واتضح أنها بفعل فاعل. إما أن الحكومة هي الفاعل، وإما أن الحكومة متستر، وإما أن الحكومة عاجز. يعني نحن نفرق ما بين الخطأ والخطيئة، جريمة العمد وجريمة الإهمال، لكن كلاهما في النهاية إما خطأ وإما خطيئة، إما عمد وإما إهمال. إحنا ليس لنا مشكلة، إحنا من اليوم الأول المجلس لما طلب إن إعطاء الحكومة الفرصة
أعطيناها الفرصة كاملة بلا قيد ولا شرط. ولما كانت الحكومة بتواجه أزمات كنا بنستدعي الوزراء في اللجان ونعطي توصيات ونساهم بالمساعدة وبالرأي وبنمضي اللجان لتقصي حقائق. طب ما يا أستاذ صبحي هذا ما قاله الذين اعتصموا أمام مجلس الوزراء ومنعوا الدكتور كمال الجنزوري من الدخول إلى مقر عمله قبل الانتخابات البرلمانية، ومع ذلك الذي أيد الدكتور كمال الجنزوري هم التيار الإسلامي بالأساس، ومن قبله اكتشفت قوة ثورية أو قوة من قوى سياسية أخرى أن المجلس العسكري ليس شريكا في الثورة ولا حاجة، ومع ذلك آنذاك الذي أيد المجلس العسكري وقف إلى جواره بحسب رأي كثيرين هو التيار الإسلامي أيضا، لماذا يصح متأخرا إلى هذه الدرجة؟ لا، هذا كلام غير صحيح. أولا لا تنسى حضرتك أن الحكومة سابقة على البرلمان، هذه الحكومة لا تأتي على البرلمان، إنما سبقت البرلمان بأكثر من شهرين. ولذلك عندما جاء المجلس جاء يمد اليد ويفتح الصدر، ما جئنا من أجل الأزمات وإنما جاءنا من أجل الوفاق. عندما يأتي المجلس من يومه الأول ويقول إحنا نواب الشعب ولا مانع عندنا أن نعطي الفرصة للحكومة ولا مانع عندنا أن نضع يدنا في يد الحكومة، إذا نحن نؤمن بالتواصل، نؤمن بالتعاون، نؤمن بالاتفاق، نؤمن بالمساعدة، نؤمن بالاشتراك في تحمل المسؤولية، ولم نتخذ مواقف سابقة بدون دليل ولا وقائع. عندما الحكومة بدأت في التقصير لم نبدأ في طلب إقالتها وإنما بدأنا في تقديم توصيات كما قدمت. احنا متعاونين ولا نحكم على نوايا من قبل ان طيب نجد افعال. طيب الحكومه عمرها 6 اشهر منذ نوفمبر الماضي وحتى الان تقريبا 6 اشهر، هل بقاء هذه الحكومه شهر كمان كارثه؟ طبعا كارثه حضرتك، اذا استمر معدل الازمات كما هو. المزعج في الازمات يا سيد الفاضل كما قلت لحضرتك انها اما خطا واما خطيئه. المزعج في الازمات ان الحكومه فاعل موجود في كل الأزمات إما بصورة سلبية وإما بصورة إيجابية، ولذلك استمرار الحياة على هذا النحو مستحيل. ده سياسة الأرض المحروقة، البلد كلها على كف عفريت، مش ممكن أزمات كل يوم، هذا كلام غير منطقي وغير معقول. مش ممكن حرائق كل يوم، هذا كلام غير معقول. مش ممكن إن كل الناس زعلانة في كل الدنيا ما عدا الحكومة، هذا كلام غير مقبول. ولذلك إحنا بنطالب بحلول، احنا لا نصدر ازمات، نحن نطالب بحلول. دكتور حسن نفع، دكتور حسن نفع يريد ان يطرح عليك سؤالا يا استاذ صبحي. تفضل. مرحبا يا دكتور. انا عايز بس اذكر الدكتور صبحي صالح ان الحوادث كانت كثيره جدا، يعني حوادث مسبيرو على سبيل المثال، محمود قبليها مسرح البالون، وكان واضح جدا ان هنا يعني ان هذه الحوادث بفعل فاعل، ولم يحدث اطلاقا ان عرف الشعب المصري من الذي ارتكب هذه الحوادث، وبالتالي كان عنصر التواطؤ واضحا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التواطؤ بين من ومن؟ يعني التواطؤ على الأقل عدم الرغبة في كشف الحقيقة من جانب الحكومة القائمة ومن جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رغم كل لجان التحقيق التي شكلت لم تظهر على الإطلاق بالضبط من هي يعني الجهة المسؤولة عن هذه الحوادث، ولم تقدم البرلمان والحرية والعدالة في هذا الأمر. لا، يعني أن ننفصل عن القوى الثورية التي كانت تطالب وتصر، ثم أن القوى الثورية التي كانت متواجدة في الميدان اعترضت على حكومة الدكتور كمال الجنزوري بناء على معايير موضوعية، من ناحية أن الاختيار كان دائما يتم من جانب من داخل الحزب الوطني أو الذين ارتبطوا بالحزب الوطني أو النظام القديم، وكان هذا مؤشرا يتعين أن يقلق كل القوى الراغبة حقا في التغيير، وكان يعني هذه مسائل مش محتاجة يعني وعي سياسي كبير قوي علشان خاطر تفهم أنه اختيار الجنزوري بحكم ارتباطاته القديمة وبحكم تاريخه وبحكم السن، تقصد أنه كان اختيار جيد في حسن النية من قبل هذه ليست حسن النية، إما أنها سذاجة وإما أنها تواطؤ مع المجلس العسكري أو تفاهمات كانت قائمة حتى تنتهي من الانتخابات الموجودة. لازم الإنسان يعني وهو بيمارس العمل السياسي يبقى عنده معايير واضحة تماما علشان يحدد موقفه من القرارات التي تتخذ. المسألة سهلة وبسيطة. مجموعة الأحداث اللي ذكرها أستاذنا الدكتور هي مجموعة أحداث مرتبطة بجرائم جنائية في مكان واحد، كلها في محيط التحرير ومحمد محمود ووزارة الداخلية والقصر العيني،
وكانت مرتبطة بجرائم تخريبية كان القضاء أصلا يتولاها في التحقيق. وأنت تعلم أن مبدأ الفصل بين السلطات يساوي أن تنتظر السلطة التشريعية حتى تنتهي السلطة القضائية، وإلا سنكون إحنا بنخالف الدستور والقانون وبنخالف قواعد السياسة وقواعد القانون. وبالتالي صبرنا على هذه الأحداث كان صبرا له أساس القانوني والدستوري والسياسي. الأمر الثاني إن إحنا كنا بنطالب المتظاهرين الثوار الحقيقيين أن يبتعدوا أمطارا عن المجرمين اللي حرقوا المتبع العلمي واللي حرقوا ضرائب واللي خربوا المنشآت الحكومية واللي عطلوا المنشآت العامة. هذه لا تقاس بتلك، لكن بقى تذكرات السويس وتذكرات المنوفية وتذكرات الشيبة وتذكرات الصحراء وما شابه ذلك. هي حرائق مش تذكرات يا أستاذ صبحي لسه، يعني أنا أنت نعم لكن أقصد أقول الموضوع أنت فصلت فيها بأنها حرائق متعمدة وفعل فاعل من واقع تحقيق النيابة مثلا أم من واقع طبعا حضرتك التحقيقات الأولية كشفت أنها بفعل فاعل. أنا قلت عبارة واضحة جدا وأنا محامي وعارف عباراتي. الأمر الثاني إنه السذاجة أو التواطؤ لا في احتمال ثالث اسمها الحنكة السياسية. لماذا نكون سلفك أو متواطئين؟ لماذا نكون أكثر حنكة؟ عندما نذهب إلى الانتخابات ونرى أن بناء المؤسسات هو الحل وأن نتحمل الأذى في سبيل إنجاز استحقاق دستوري، ماذا لو كانت البلد ظلت بلا انتخابات وبلا مؤسسات؟ فسيستمر الخراب وسيستمر الفراغ الدستوري وستكون المرحلة الانتقالية أسوأ مما هي عليه وسنكون مرحلة انتقالية بلا سقف. لكن عندما أنجزنا مجلس الشعب وأنجزنا مجلس الشورى وذهبنا إلى التأسيسية التي يسعى الجميع إلى تخريبها الآن وأصبحنا أمام استحقاق الرئاسة، نحن نستكمل مشوار بناء المؤسسات ونسعى إلى بناء الدولة بدل من الفراغ المؤسساتي. لأننا طيب في عجالة لو تكرمت في عجالة سؤال أخير يتعلق بالاعتصام الكائن في شرق القاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع، هل تعتقد أن هذا الاعتصام هو توصيفه نوع من الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى إفشال الانتخابات الرئاسية مثلا، أو هذا التسخين يجري دائما قبل الاستحقاقات الانتخابية؟ طبعا أنا أرى أن هذا الاعتصام ليس له مبرر وليس هذا مكانه وليس هذا شعاره. هذا الاعتصام الاعتصامات تتخذ من الميادين العامة والأماكن التي لا تعطل منشآت عامة ولا تقبح وجه الثورة وترفع شعارا محل إجماع في مكان مقبول سياسيا ومقبول في المؤامات. لكن الحصار لوزارة الدفاع والمنطقة تتقفل من أول مصر الجديدة لحد جامعة عين شمس لحد ميدان العباسية لحد ميدان كوبري إسماعيل السنجري صلاح سالم، هذا كلام غير جيد. نحن نريد أن ننجز الاستحقاقات الدستورية على أي نحو. المهم أن تنتهي المرحلة الانتقالية، المهم أن يسلم العسكر السلطة في الميعاد، المهم أن تستكمل مؤسسات الدولة المدنية حتى نستطيع أن نعيش حياة حقيقية وثورة حققت مشروعها. شكرا جزيلا للنائب صبحي صالح، كان معنا عبر الهاتف. يعني استاذ قطب لو ليك ملاحظه على او تعليق على ما قاله النائب. لا يعني هو انا بس اللي حضرتك بتقول انه الاسلاميين بيصحوا متاخرين، يعني انا مش في موقف الدفاع عن الاسلاميين، لكن في احنا بنرصد الواقع. الاسلاميين حاولوا من بدايه الثوره كان لهم طريق، هم عرضت عليهم خارطه طريق محدده من المجلس العسكري، ما كانش في خريطة طريق مقابلة لها محددة المعالم ولا جدول زمني يعني، فهم قابلوا هذه الخريطة اللي كان مفترض انها تنتهي بانتخابات برلمانية من شهر 9 اللي فات، وكان مفترض ان الانتخابات الرئاسية دلوقتي تكون تمت يعني من فترة فاتت، يعني لو احنا مشينا على هذه الخريطة كما استفتي عليها. لكن اللي حصل للمجلس العسكري الحقيقة لم ينفذ هذه الالتزامات. يعني احنا كان الاستفتاء الدستوري والاعلان الدستوري لاحقا بيقول انه الانتخابات تجري خلال 6 اشهر، خلال 6 اشهر من تاريخ 19 مارس، يعني كان ممكن حتى بعدها بشهرين او بثلاثة او اخرها 6 اشهر، يعني كان مفترض انها اخرها يوم 20/9. اللي حصل ان احنا لقينا تم تمديد الانتخابات طبعا بناء على هذا الامر بانه يتم الدعوه بعد 6 اشهر للانتخابات. نعم الانتخابات. هو كان طبعا بناء على طلب بعض المجموعات الشبابيه والقوى الليبراليه التي تطلبت وقتها بمنح مهله للاحزاب الجديده لتستعد للانتخابات، فكان ده الحقيقه بدايه الانفلات من الخطه الزمنيه اللي وبعدها بدا يظهر حاجات اخرى من المجلس العسكري، هي دي اللي خلت الاسلاميين يعني هم كانوا مدين فرصه للاستقرار لان هم كانوا عايزين يظهروا كمان امام الشعب بمظهر المسؤولين، يعني ناس رجال دوله مسؤولين، مش عايزين الناس عايزه استقرار، الناس شعرت بحاله هلع من الانفلات الامن اللي كان موجود، ما حدش كان امن على بيته ولا على اولاده ولا على ممتلكاته.
الاعمال والمصانع متوقفه، فالاسلاميين كانوا عايزين يوصلوا رساله للمجتمع انه والله لا احنا مع الاستقرار، احنا حققنا جزء رئيسي من اهداف الثوره، ثم نحقق بقيه الاهداف عبر مؤسسات يتم يعني تخليقها او تصنيعها، او المؤسسات البرلمان، مجلس الشعب، الشورى، يعني بقيه الهياكل التي تعبر عن الثوره. لما المجلس العسكري نفسه نكص على عقبيه ولم ينفذ التزاماته، بدأ الإسلاميون يطالبون بتنفيذ هذه الالتزامات، وبدأوا مرة أخرى يعودون إلى البرلمان بعد أن وجدوا أن طريق إلى الميدان بعد أن وجدوا أن طريق البرلمان طريق مسدود مسدود. أستاذ جمال، يعني الدكتور سعد الكتاتني صرح بأنه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترام المجلس للبرلمان، وقال إن اتصال العسكري مرض ويعيد إلى المجلس كرامته، مضيفا أنه عرض على المجلس العسكري في السابق قالة الحكومة ثم تكلفها بتسيير الأعمال لمدة شهرين ولكن دون استجابة. ما هذا الطلب في رأيك؟ يعني كيف تقيم مسألة إقالة الحكومة وتكلفها بتسيير الأعمال لمدة شهرين؟ الفرق بين الحكومة المقالة التي تسير الأعمال والحكومة الأصلية التي تسير الأعمال أيضا؟ يعني أنا شايف أنه كلام إثبات موقف مش أكثر، يعني إثبات أنه يعني انه احنا البرلمان له كلمه والبرلمان له هيبه والبرلمان سلطه حقيقيه. يعني هو الحقيقه وهو بيذكر باشياء هي من بديهيات اي ممارسه ديمقراطيه، لكن لانه البرلمان اهين في الفتره السابقه وجرت عمليه تشويه عمديه له في الاعلام الرسمي وفي اعلام الفلول، فيعني كان ده امر محبط جدا جدا ومسيء لكن مسألة أنك أنت تقيل الحكومة وبعدين تكلفها بتسهيل الأعمال لمدة شهرين، احنا بنتكلم في الوقت في 3 أسابيع ولا 4 أسابيع، فيعني كلام مش مفهوم. أيضا مسألة أنه هو كلام مرضي، أنا مش فاهم يعني مرضي. يعني أنا بالنسبة للدكتور الكتاتني الكلام مرضي ولا مش مرضي دي تخصك أنت، يعني في دردشتك مع المشير ولا كده، لكن احنا كرأي عام أو قوة وطنية من الأفعال هي التي ترضي طبعاً الكلام. أنا عايز أشوف أفعال، أنت ما عملتش الهيصة دي وشديت البلد والتوتر ده كله عشان تقول لي قال لي كلام مرضي، ماشي مبروك عليك الكلام المرضي، لكن القوة الوطنية والمجتمع محتاج أن يعرف إيه هو المرضي اللي هو قدمه لك، وإيه هو نتائج هذا الإرضاء فيما يحقق مصلحة للوطن في هذه المرحلة. يعني ده كلام. طيب النائب صبحي صالح كما استمعنا قبل قليل يشير إلى أن بقاء هذه الحكومة الأربع أسابيع الباقيين هذا كارثة بالنسبة لهذا البلد بسبب الأزمات الكثيرة المفتعلة وبسبب الحرائق التي لا يعرف مصدر إشعالها، ويا إما تأتي بسبب سوء نية أو إهمال متعمد. لا هو أنا لا أظن أن المسألة يعني كارثة، مع احترامي اللي قاله الدكتور، سواء أنا أؤيده طبعا الدكتور صبحي فيما قاله أنه كل هذه الحوادث واضح، يعني حتى من غير ما أشوف تحقيقات واضح أن فيها بصمات شغل، ناس بتلعب يعني. فلكن انه مساله انه هو 3 أسابيع هتبقى كارثه، يعني انا شايف ان الكارثه انك انت توصل البلد لهذه الازمه، او انه هو تضطر انه هو يصدر قرار مثلا بحل البرلمان او قرار بتعطيل مسار الانتخابات الرئاسيه، او يعني خلينا ما يعني مصلحه الوطن دلوقتي في انه 3 أسابيع دول يعدوا على خير وتتم الانتخابات الرئاسيه على خير، لان الصوره بالكامل هتتكشف بشكل جذري بعد نهاية هذه الانتخابات. دكتور حسن، لنا تساؤلات كثيرة بشأن الانتخابات الرئاسية واتفاق القوى الثورية أو القوى الإسلامية على مرشح واحد في مواجهة من يسمون مرشحي الفلول، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نستكمل النقاش الذي بدأناه بشأن اتفاق القوى الوطنية حول أحد المرشحين في مواجهة من يسمون مرشحي الفلول. والسؤال للدكتور حسن نفع، هل تعتقد أن من الضروري الاتفاق حول مرشح بعينه من قبل القوى الثورية، أم أن الأمر يمكن أن يترك للتنافس الطبيعي وللإفراز الشعبي، سواء جاء هذا الإفراز عن طريق مرحلة واحدة أو مرحلتين كما هو متوقع؟ الأصل هو التنافس بالطبع، وأنا لا أرى يعني أي محاولة للاتفاق بين القوى السياسية المختلفة على مرشح بعينه. كل ما هناك محاولات لكن لم تثمر حتى الآن. هناك محاولات لكن في معسكر معين،
لكن الإسلاميين لا في الخارج اليساري. المعسكر الليبرالي واليساري كان هناك من يبحث عن مرشح توافقي حتى يستطيع أن يوازن المعسكرين الآخرين، أي المعسكر الذي يعني معسكر التيار الإسلامي إذا صح التعبير، ومعسكر المرتبط أكثر بالنظام السابق بشكل أو بآخر، لأنه يعني هناك ثلاث كتل أو ثلاث معسكرات تتنافس على الساحة، ولكل معسكر أكثر من مرشح، وبالتالي كل معسكر يحاول أن يعيد ترتيب أوراقه على الأقل يتفق حول مرشح واحد. لكن أنا أرى أن هذه المحاولات لم تثمر حتى هذه اللحظة، والقوى السياسية تحاول أن تحدد موقفها من المرشحين، وأعتقد أن هذه ظاهرة صحية، أن يطلب من كوادر الأحزاب المختلفة حتى لا تبدو القيادات السياسية وكأنها تملي خياراتها الشخصية على الأحزاب التي ليس لها مرشح رسمي، وبالتالي تستطلع رأي قواعدها لكي تحدد موقفها من. ويبدو واضحا أن حظوظ الدكتور عبد المنعم بالفتوح داخل المعسكر الإسلامي تتنامى بقوة، وكان هذا أمرا متوقعا في واقع الأمر، وهذا سيضيف يعني سيشجع تيارات أخرى ربما، ولا لا أدري، ربما يخفها أنها كانت أيضا تميل للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وتعتبره أنه مرشح ربما يكون قادرا على تجميع أكثر يعني ألوان طيف متعددة، وبالتالي يكون هو الشخص القادر على فكرة لم الشمل، لأن الوطن مبعثر بشدة، وبالتالي يحتاج في نهاية المطاف إلى رئيس يستطيع أن يلم الشمل، وأظن أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتمتع بهذه وأنا يعني سعيد أن هناك نوع من الزخم يعطي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هذه الدفعة. أي المعسكرات الثلاثة التي ذكرتها صاحب الحظوظ الأقل أو الفرص الأقل في الانتخابات القادمة؟ يعني أنا أعتقد طبعا الانتخابات البرلمانية أوضحت أن المعسكر الإسلامي يعني له حضور قوي في الشارع، لكن للانتخابات البرلمانية منطق مختلف تماما عن الانتخابات الرئاسية، وأظن أن موقف الأغلبية الصامتة تغير وربما يكون ابتعد بعض الشيء عن التيار الإسلامي، لكن حيث أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشح له مواصفات خاصة وبالتالي يحظى بقبول داخل التيار الإسلامي وليس إجماع عليه داخل التيار الإسلامي، ولكن هناك من يؤيده أيضا من خارج التيار الإسلامي، فأعتقد أن موقف الأغلبية الصامتة هو الذي سيحسم هذا الأمر، وربما أيضا يصب في ترجيح كفة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لأنني أرى أن حظوظ المرشحين من المعسكر المرتبط بالنظام القديم رغم كل الجهود التي بذلت يعني الإيحاء بأن البلاد تحتاج إلى الأمن وأنها في حاجة إلى رجل قوي إلى آخره، يعني هذه اللعبة لم تنطلي على كثيرين، وأظن أن الأغلبية الصامتة رغم أنها بدأت تضيق ببعض التيارات المحسوبة على القوى الثورية والتي تزايد بالشعارات، أنا أظن أن الأغلبية الصامتة ما تزال حتى هذه اللحظة ستصوت إلى جانب قوى التغيير، ولأنه لا يوجد مرشح قوي في المعسكر الثالث أو المعسكر الذي لا ينتمي إلى التيار الإسلامي والذي لا ينتمي إلى النظام السابق، فربما يكون هذا لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهذا هو يعني تحليلي الأولي للمواقف في هذه اللحظة. أستاذ جمال، يعني الآن حزب النور والدعوة السلفية أعلنت تأييدها لعبد المنعم أبو الفتوح، حزب الوسط أعلن التأييد لعبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك الجماعة الإسلامية على ما أذكر وحزبها أعلنوا أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حاز على أعلى الأصوات حتى الآن. في المقابل الهيئة الشرعية للإصلاح أعلنت دعمها للدكتور محمد مرسي. هل ترى أن هذا الأمر يدخل في باب التنافس الشريف المشروع أم
يمكن أن ينطبق عليه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا هو شوف التيار الإسلامي من وقت مبكر قال أنه هو سيبحث في مسألة التوافق على مرشح يمثل التيار الإسلامي، يعني يكون في نوع من التنسيق، جهود من التنسيق بحيث يتم الاتفاق على مرشح واحد يمثل التيار الإسلامي ويدفع به في الانتخابات. الذي حدث أنه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تعجلت الأمر تحت ضغوط معينة لا داعي لذكرها، وفاجأت الجميع بالإعلان عن دعمها لمرشح الإخوان المسلمين. طبعا دي كانت مفاجأة مؤلمة جدا للحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، لأنه كان يفترض أن الأمر ده يتم فيه يكون فيه تشاور فيه صبر، إحنا اتفقنا أن فيه وأعتقد ده أدى إلى ردود فعل يعني سلبية إلى حد ما. الهيئة الشرعية الحقيقة هي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ليست كتلة شعبية، يعني لا تمثل كتلة شعبية أو حزب سياسي. يعني هل تقول إن الشيخ محمد حسان مثلا عندما يخرج وهو أحد أعضاء هذه الهيئة، إذا ما خرج ودعم مرسي علنا، هل تعتقد أن هذا الأمر بسيط مثلا في لا، لكنه يعني أنت لما تتكلم أنت كفرد بتدعو غير لما تتكلم كحزب وتنظيمات وجماعات عندها قدرة على الحشد. المشكلة أنهم ليسوا أفراد عاديين، يعني أفراد من وزن محمد حسين يعقوب علي السالوس. أنت تدري ما لهؤلاء الأفراد من أتباع أو مريدين على الأقل يمكن أن يتأثروا برأيهم؟ لا، أولا الشيخ يعقوب ما أعلنش دعمه للدكتور مرسي. هو جزء من الهيئة الشرعية للإصلاح. لا، ما هو في مشكلة، في أزمة كبيرة داخل الهيئة الآن، لأنه في اتهامات جدية حقيقة أن كان في حدث تلاعب، يعني في أشياء بس لا داعي للخوض فيها الآن. لكن الشيخ محمد حسان لا داعي للخوض فيها. إزاي يعني؟ لا، تلاعب داخل الهيئة الشرعية للإصلاح في تصويت داخل الهيئة الشرعية للإصلاح. حدث في مسألة الدعوة للتصويت وعدد الذين شاركوا فيها، حتى الآن فيها مشاكل كبيرة. لكن الشاهد الآن أنه الدكتور الشيخ محمد حسان طبعا شخصية لها حضورها الجماهيري، لكن جمهور الشيخ حسان في الأساس هو موزع، هتجد فيه جزء منه مع حزب النور، فيه جزء منه مع الجماعة الإسلامية، فيه جزء منه مع حزب الإصلاح، ما هوش يعني حضور. فطبعا الكتل الحقيقية التي تملك قدرة على الحشد والتصويت الحقيقة هو كان حزب النور والجماعة الإسلامية، ويليهم حزب الوسط. الحزب الوسط حقق حوالي 1,000,000 صوت في الانتخابات البرلمانية، وده رقم مش سهل. الجماعة الإسلامية لها قدرة تصويتية عالية في منطقة الصعيد بالذات. طبعا الدعوة السلفية لها قدرة عالية جدا جدا في الدلتا وبحري. فاتفاق هذه القوة مع الدكتور مع ما أعلنه حزب الوسط، أنا أعتقد أن الأمر يعني إلى حد ما يعني أصبح فيه ما يشبه توافق باستثناء الإخوان المسلمين على مرشح إسلامي اللي هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. والحقيقة هو يعني أنا أكبر في حزب النور وفي الدعوة السلفية أنها قاست الأمر من منطلق المصلحة الوطنية. يعني أنا أعرف كإسلامي أن الدعوة السلفية لها تحفظات على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وتختلف معه في 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 أكثر من قضية، وسبق أن انتقدته، ولكن قالت أنا الآن أنا أحتاج إلى رجل دولة، أنا مش قضية خلاف فكري، أنا بتكلم الآن فمحتاجة مصر أن تحتاج إلى رجل. استمع لما قاله المهندس عبد المنعم الشحات، قال إن المجلس العسكري لم يتدخل في اختيارات الدعوة السلفية الخاصة باختيار مرشح الرئاسة، قال إن لن نسمح للمجلس العسكري أن يتدخل في شؤون الدعوة، الدعوة كانت في سبيلها لتأييد الشاطر، وهناك شخصيات سلفية من مجلس إدارة الدعوة السلفية عرضت على الإخوان ترشيح الشاطر. ما الذي أدى إلى تغير موقف الدعوة السلفية بهذه الصورة في خلال أسبوعين فقط أو في خلال ثلاثة أسابيع؟ كان شخص الشاطر أم شخص المؤسسة هو الذي يدعونه للترشح؟ هو في حاجتين، في حاجة طبعا الشخص، لأن ما ينفعش أنك تاخدها بيعة كده، يعني تقول أنا أي اسم هقوله لك أنت تأيده. لا، برضو في الاسم كمرشح للرئاسة لازم في معايير، في مقاييس، يعني من الممكن أن تكون هناك معايير أو مواصفات في المهندس خيرت الشاطر تختلف مثلا عن الدكتور محمد مرسي، وبناء عليها كانت الدعوة السلفية تقول لا، الشاطر ممكن يعني نرمي عليه وكرجل دولة، لكن ممكن مرسي فيه تحفظات. وأحيانا القبول النفسي، يعني أنا أحيانا يكون فيه قبول للشخص، أو يعني مش يعني الكاريزما زي ما نسميها، أو يعني قبول لشخص وفي عدم قبول لآخر، فدي تفرق يعني في التغيير. أيضا أنه يعني الدعوة السلفية هي تكلمت في مسألة الدفع بمرشح إسلامي، كانت لاحتواء يعني الحالة التي أحدثها
نزول المرشح القوي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان في تحفظات كبيرة جدا جدا عليه في الدعوة السلفية. فالآن الشيخ حازم خلاص خرج من السباق، فلم يعد هناك شيء يضغط على الدعوة السلفية لأنها تدخل في تحالفات هي غير رضيعة أو غير لا تقتنع بها اقتناعا كاملا، وبالتالي تحررت من هذا العبء، وطرحت الأمر للتصويت شفاف جدا جدا، وحصل الدكتور عبد المنعم الفتوح على أغلبية كبيرة على النسبة. أستاذ قطب، يعني هل تحتمل جماعة الإخوان المسلمين خسارة مرشحها؟ هل هناك مخاطر أو هل ترى خطرا في أن يفوز شخص مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مفصول من الجماعة، ثم يقرر وهو رئيس للدولة أن يشكل حزب ما أو يدعم حزب ما ذا اتجاه إسلامي، ثم يخرج أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة إلى حزب أبو الفتوح، وخصوصا أن هناك أنباء عن تأييد عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم وحزب الحرية والعدالة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بما يكرر تجربة أردوغان وأربكان في تركيا؟ يعني شوف، كل دي افتراضات، طبعا افتراضات نظرية لا ندري مدى يعني تطبيقها على أرض الواقع، لكن ما سمعناه من قيادات الإخوان أنهم سيحترمون نتيجة الانتخابات أيا كانت، سواء كانت لصالح مرشحهم أو لصالح أي مرشح آخر، وهم يطالبون الآخرين أن يعني يحذوا الحذو ذاته، يعني أن هم يحترموا نتيجة الصندوق الانتخابي الرئاسي. النقطة بس حابب أتكلم فيها فكرة الانقسام الحادث الآن بين القوى في المعسكر الإسلامي نفسه، أنه الخريطة الآن هي أنه فعلا الدكتور عبد المنعم الفتوح لديه تأييد من حزب النور. الدعوة السلفية هي حزب النور، يعني لا فرق، طبعا هي نفس القاعدة الاجتماعية، هي يعني لديه تأييد من حزب الوسط الذي يعلن هذه الليلة، من الجماعة الإسلامية المتوقع أن يعلن غدا. في المقابل طبعا مرشح الإخوان لديه جماعته، جماعة الإخوان بكل قاعدتها الكبيرة، لديه تأييد أيضا من الهيئة الشرعية، وهي تضم ليست تنظيم شعبي ولكنها تضم رموز كما ذكرت حضرتك، لرموز دعوية كبرى لها أتباع ومريدين في كل مكان. لديه تأييد من حزب الأصالة وحزب الإصلاح، وهو حزب طبعا يعني ربما حزب صغير، لكن هذه هي الخريطة الآن، خريطة القوى الإسلامية وانقسامها حول المرشحين الرئيسيين. ربما الآن أصبحت فرص الدكتور سليم العوف الاستمرار ضعيفة جدا، لا ندري إذا كان سيستمر في السباق حتى نهايته أم سينسحب هو الآخر لصالح أحد المرشحين. يعني ربما يفاجئنا الدكتور سليم العوف أنه سينسحب لصالح الدكتور عبد المنعم أو لصالح الدكتور مرسي، لا ندري يا سراء، أو أنه سيستمر في السباق حتى نهايته. تصريحاته السابقة كانت تقول أنه مستمر حتى النهاية. هذا الانقسام موجود في المقابل في التيارات الأخرى. لا، خلينا في التيار الإسلامي. نعم. فقط في هذا الصدد. نعم. يعني الأستاذ جمال سلطان أشار إلى أن تأييد الهيئة الشرعية للإصلاح ليس أمرا ذا بال في ظل ما حدث داخل عملية التصويت نفسها من صعوبات أو من يعني مخالفات مفترضة أو مزعومة. زي ما قلنا حضرتك، احنا متفقين أن الهيئة الشرعية ليست تنظيما شعبيا يستطيع الحشد، لكنه يستطيع التوجيه يعني من خلال دعاته المشهورين زي الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ نشأت، دكتور علي سلوس، دكتور محمد عبد المقصود. وهم عندهم أظن بكرة في مؤتمر في الجيزة، مساء غد إن شاء الله في مؤتمر لديهم لبعض هؤلاء الرموز، يعني الشيخ محمد حسين والشيخ نشأت وآخرين في الجيزة غدا، ربما سيعلنون فيه موقفهم بشكل واضح. يعني المسألة تأييد حزب النور والجماعة الإسلامية وحتى حزب الوسط، علينا أن نفرق، هل هو مجرد تصويت لصالح الدكتور عبد المنعم الفتوح أم أنه حشد؟ هذه المسألة ستختلف طبعا، يعني إذا هو المسألة مجرد تصويت فيعني معروف تبقى الحدود أصغر، يعني إلا إذا كانت حشد والمشاركة بالفعل بحماس في الحملة الانتخابية للدكتور عبد المنعم الفتوح، فهنا الأمر سيكون طبعا المسألة أكبر. طيب، من السؤال الأصلي هو هل تحتمل جماعة الإخوان المسلمين أو هذا التنظيم خسارة مرشحها في الانتخابات الرئاسية بعد كل هذه التأكيدات من أفرادهم أنهم قادرون على الحشد؟
عليهم أن يحتملوا، هذه هي الديمقراطية، هذه هي قواعد اللعبة السياسية، وهم أعلنوا أنهم سيحترمون نتيجة الانتخابات، وعلينا يعني مش بالضرورة أن كل مرة الإخوان يعني ما ينزلوا في أي منازلة سياسية أنهم يفوزوا، يعني لازم المسألة يبقى فيها كمان عشان حتى توصل رسالة للمجتمع أن هم يعني كمان بيفوزوا في بعض الأحيان وبينهزموا في بعض الأحزاب أحيان. دكتور حسن، يعني إذا ما خسر مرشح الإخوان هل يعد ذلك مؤشر لا لبس فيه على تراجع شعبية هذه الجماعة؟ بالتأكيد، وسيحدث انقسام عميق داخل الجماعة، وأنا كتبت في هذا الموضوع منذ البداية وقلت إن الجماعة تعاملت مع قضية ترشيح دكتور عمان عمر بالفتوح بشكل خاطئ سياسي، خاطئ تماما وغير ناضج سياسيا، وبشكل فيه قدر كبير من التسرع والعناد، ولم يكن هذا مطلوبا. كيف غير ناضج؟ الرجل خرج على الجماعة التي ينتمي إليها وأعلن ترشيح نفسه بالمخالفة لقرارات الجماعة. ولكن قرار ماذا كان يفترض أن تتعامل معه؟ قرار عندما عادت الجماعة عن قرارها وقررت أن تترشح، أن ترشح أحدا، كان يجب عليها في هذه الحالة أن تستعيد، لأنه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قيل أنه خرج على قرار الجماعة المصرة على عدم الترشح والملتزمة بعدم الترشح. إذا كان هناك ما يدعو الجماعة لأن تعيد النظر في هذا القرار، هي تعطي في واقع الأمر حقا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. في هذه الحالة كان يمكن استعادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في الصفوف على سبيل المثال وجعله مرشح الجماعة أو البحث في الموضوع من زاوية أخرى، لكن الاستمرار في الخصومة مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والإصرار على ترشيح مرشح آخر كان موقفا لم يستطع كثيرون أن يتفهموا وأن يقدروا في واقع الأمر، وبالتالي يبدو الأمر وكأنه يعني إصرار على الخطأ في واقع الأمر. ثم إن شخصية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حتى من قبل قرار الجماعة بترشيح أحد أعضائها كان من الواضح أنه يعني رجل في اتساق مع النفس، في انفتاح على الآخر، في قبول مع وبالتالي أظن أن قرار الجماعة بترشيح شخص آخر غير الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أضر بالجماعة. لكن إذا خسرت الجماعة مرشحها ماذا يعني هذا؟ هذا سيعني الكثير بالنسبة للتنظيم، وخصوصا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فرصه في الفوز تزداد، لأنه سيكون هو نفسه رئيسا للجمهورية. أما في حالة فوز مرشح الجماعة لن يكون هو في واقع الأمر رئيس الجمهورية، سيكون الدكتور بديع هو رئيس الجمهورية، سيكون مكتب أستاذ جمال، سيكون مكتب الإرشاد هو رئيس الجمهورية. لأنه حتى احنا يعني رأينا أنه عندما رشح شخص من الإخوان لم كان المفترض أن الحزب اللي هو الفرع الزراعة السياسي هو الذي يرشح رئيس. فقط دعنا نستمع للأستاذ جمال سلطان في تعقيب أخير على هذا على هذه. هو طبعا في موضوعنا في الحقيقة أستاذ قطب، لكن هي دي أزمة وأنا كتبت عنها يعني يمكن قبل أسبوعين وقلت إن في مشكلة. إحنا عندنا ازدواجية في الـ يعني إحنا ما زلنا نعيش مرحلة الجماعات والتنظيمات اللي هي خارج أطر الدولة وخارج أطر القانون، وفي نفس الوقت إن معنا أحزاب، وبعدين في من النواحي الشرعية في يعني عضو الجماعة أو عضو الحزب هو في عنقه بيعة للمرشد، وهذه البيعة لها متطلبات في السمع والطاعة يعني في يعني عملية تلقي وتنفيذ. فتتحكم إزاي يعني دلوقتي لو في واحد في عنقه بيعة للمرشد وتولى رئيس الجمهورية، فمن صاحب القرار؟ استاذ قطب يعني شوف، اذا هنتكلم باللغه ديمقراطيه بعيد عن الحاجات اوباما لما بينجح ما حدش بيقول انه بياخد تعليماته من رئيس الحزب الديمقراطي في امريكا، ولا بوش لما نجح بياخد تعليماته من رئيس الحزب الجمهوري، لكن ولا لو انتخب على اساس انه ممثل لهذا الحزب ولم يعترض احد على ان مرسي ممثل لحزب الحريه والعداله. المشكله مختلفه خالص يعني، لا مش مختلفه الدعوه، يعني لا انا اتحدث عن مرشح تنظيم، مرشح حزب، الاخرين ليسوا مرشحي احزاب. يعني لما الاخ حمدي صباحي مرشح كمان من حزب الكرامه، يعني هو هل ساعتها برضك هيتقال ان هو هيرجع يعني ياخد تعليماته من رئيس حزب الكرامه؟ بس دعوي وسياسي دعونا يعني نرى التجربه، لانه نحن امام تجربه جديده تحدث في مصر، وعلينا ان نعطيها يعني مداها لنختبر هذه التجربه ونرى على الواقع. هي هتحتاج بعض الوقت على فكره، هتحتاج بعض الوقت لتفكيكها، لان المشكله الحقيقه للامانه برضو
انها لا تتعلق بالاخوان فقط، يعني الجماعه الاسلاميه عندها نفس الازدواجيه، ايضا الدعوه السلفيه عندها نفس الازدواجيه. والسؤال هل هي ذنب او جريره الاخوان المسلمين او الجماعه الاسلاميه ام جريره النظام السابق الذي لم يسمح بتلك الجماعات او الجمعيات او التجمعات بالعمل الشرعي؟ دكتور حسن عجاله شديده. يعني هنا بقى الجديد في المساله كلها، لاول مره يكون للجماعه حزبها السياسي، ولا أول مرة تطرح العلاقة بين الدعوي والسياسي بهذه القوة، وبالتالي يتعين حسم الموضوع بشكل واضح تماما. هذه قرارات ولذلك التحول الديمقراطي هو الذي في واقع الأمر سيصفي مسألة العلاقة بين الدعوي والسياسي، فلندع هذه التجربة تأخذ مداها، لأنه في نهاية الأمر لن يصح إلا الصحيح، وستتضح أبعاد الأجواء الصحيحة، ستفرز الممارسة الخاطئة من الممارسة الصحيحة، والفصل بين الدين والسياسة بشكل أفضل. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأشكر كذلك الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، وكذلك الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي. شكرا جزيلا لكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى.